نواصل علاقاتنا مع حضراتكم مشاهدينا، وبالتأكيد وضع الدستور من الأشياء الهامة جدا أو المحورية دلوقتي في خريطة الطريق اللي كلنا بنتابعها. وبعد خروج المسودة الخاصة ببعض المواد اللي بيطالبوا لجنة العشرة بإلغائها أو بتعديلها لعرضها على لجنة الخمسين، اللي بإذن الله من المنتظر إنه يتم الانتهاء من تشكيلها خلال يعني الأيام القادمة ربما الساعات. كلنا يعني بنبحث هذه المواد وبنفكر فيها، وهل هي بالفعل هي فقط المواد اللي كان الشعب المصري بيرفضها بعد إقرار الدستور 2012؟ بالتأكيد الأحزاب السياسية والجهات كافة بتحاول تدرس هذه النقاط بصورة أكبر، لأنه من المفروض أنه يتم مناقشة بصورة أوسع مجتمعيا حتى نكون على دراية حينما نقوم بالاستفتاء على هذا الدستور أو المعدل بقى، لأنه مش البعض رافض فكرة التعديل، ولكن هو المتاح حاليا أنه يتم تعديل الدستور الخاص ب 2012. هنحاول نعرف وجهة النظر الخاصة بحزب المصريين الأحرار من خلال ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور إبراهيم الصياد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار. أهلا بيك أهلا بيك، دكتور إبراهيم. أهلا بيك. ويعني في البداية بدأت المسودة الخاصة بلجنة اللجنة القانونية لتعديل الدستور تظهر، وهناك بعض المواد الخلافية لغاية دلوقتي اللي البعض كان بيرى أنها يتم إلغائها أو إعادة صياغتها، ولكن هذه المواد أو المسودة دي هيتم عرضها على لجنة الخمسين اللي حتى الآن لم يحسم نهائيا المشتركين فيها. اللي ظهر من هذه المسودة حضرتك قريته ازاي، وشايف الجهد اللي بذل من خلال اللجنة القانونية أو اللجنة الخاصة لجنة العشرة اللي قامت بوضع الخطوط العريضة لتعديل الدستور ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو وجود لجنة العشرة بالتحديد، احنا مش يعني مش حابين في الفترة دي نبدأ نتكلم عن الحاجات اللي تمت وخلاص انتهينا منها، بس احنا كنا بنفضل ان لجنة العشرة تكون في شكل هيئة خبراء يتم عملها في نفس الوقت مع لجنة الخمسين، بدل ما تقعد لجنة العشرة وتعمل تعديلات وبعد كده تتعرض على لجنة الخمسين تقبلها أو ترفضها، ثم تعود مرة أخرى للجنة العشرة كلجنة خبراء لإعادة صياغتها. في الأول وفي الآخر لجنة الخبراء قالت رأيها، لغت بعض الأبواب، غيرت بعض المواد، على سبيل المثال لغت الأحكام الانتقالية، لغت مواد العزل السياسي، تطرقت إلى بعض المواد الخاصة بالإلغاء زي المادة 219 المفسرة للمادة 2، أضافت بعض التعديلات على نصوص بعض المواد. ده كله من وجهة نظر لجنة العشرة، ولكن حتى مع هذا العمل هناك ما زال هناك العديد من المواد اللي بيجب أن يكون هناك تعامل معها بشكل قانوني. على سبيل المثال ما زال كنا لينا اعتراضات كتيرة جدا على المادة 39 في الدستور الجديد اللي هو المعدل، اللي هي بتتكلم على تقييد الحريات وعملية القبض والاشتباه وازاي الناس تقدر ان هي يتم حجزها، المدة الزمنية والكلام ده كله. وفي في الدستور 2012 قلنا ان مثل هذه المواد مكانها مش الدستور، مكانها قانون الإجراءات الجنائية، وما زال في هذا التعديل اللي تم على دستور 2012 ما زالت مثل هذه المواد موجودة بنفس الشكل اللي كانت موجودة بيه. علشان كده بنقول إن أوكي هو مجهود نثمنه للجنة العشرة، هي قدمت مرحلة. بالتعديلات اللي رأيتها ودي نعم. مرحلة، هنحاول إن احنا نتجاوز هذه المرحلة وفي انتظار تشكيل لجنة الخمسين. طيب، يعني هروح معاك للجنة الخمسين، ويعني الجدل الكبير حوالين انه لجنة الخمسين يتم اختيارهم مش انتخابهم. انت شايفه ازاي؟ هقولك ان احنا بالتجربة اللي فاتت كان البعض بيقول ان يجب ان يتم اختيار لجنة الخمسين من هيئة منتخبة، اعتقد ان ده حتى لما تم ما كانش ممثل لكل لما هي اطياف المجتمع اللجنة اللي فاتت كانت منتخبة بالظبط، و ولم تكن تمثل كل اطياف المجتمع. هنقول ان لجنة الخمسين هي محاولة لحوار مجتمعي مصغر. يمكن بس التعقيب اللي انا عاوز اكد عليه في الجزئيه دي، احنا مش عايزين ندي لجنه الخمسين حجم كبير ومساحه كبيره، لجنه الخمسين هتقدم رؤيه، نتمنى ان تكون هذه الرؤيه في مدى زمني قصير وان يتم اتاحه مدى زمني اكبر للحوار المجتمعي الحقيقي. بمعنى احنا قدامنا النهارده هتنعقد لجنه الخمسين، هتراجع التعديلات، هتتقدم بمقترحاتها للجنه اللي لجنه الصياغه، ولجنه الصياغه هتعمل صياغه نهائيه
والمفروض ان ده هيطرح للاستفتاء. تمام. احنا محتاجين ان المدى الزمني الكبير يكون ما بين انتهاء هذه اللجنة اللي هي لجنة الصياغة انتهاء وما بين الصياغة الاستفتاء. والاستفتاء. ليه؟ لان مهما بلغ خبرة وحين كانت لجنة الـ50 لن تمثل المجتمع المصري بكل طوائفه بنسبة 100%. طيب هو في محاولات يعني كبيرة جدا ان هذه اللجنة تمثل معظم الاطياف اللي موجودة، ولكن في النهاية مش هتمثل كل الاطياف. كل المطلوب ان يتم الانتهاء من هذا العمل ويتم طرحه للحوار المجتمعي الحقيقي اعلاميا ومجتمعيا، وفي النهاية يتم طرحه للاستفتاء طب ما انت والشعب هو اللي هيقرر. عندك شريحة يعني نقدر نقول انها مش هتبقى قادرة تحدد بالضبط اذا كانت هذه المادة في صياغة دستورية او فيها مشكلة قانونية او ما الى ذلك. ما عندكش كل الناس اللي تقدر تحكم بالحكم. انت عايز حوار مجتمعي. الحوار المجتمعي ده انت شايفه هيتم من خلال ايه؟ من خلال الاحزاب؟ ما هو الناس بتقول برضو الاحزاب ما بتمثلش. من خلال جبهة الانقاذ اللي نزلوا في 30 يونيو ونزلوا في الايام اللي فاتت ما كانوش ماشيين ورا حد. فانت بتوصل لنقطة انه كل واحد بيقول اصلا انا محدش بيمثلني، انا بمثل نفسي. طب ما هتوصل للتوافق ازاي؟ بصي، هو الأزمة هنا اللي احنا بنتكلم عليها ان ده مش بيمثلني، مش هنقدر نخرج منها غير زي ما بقولك بالحوار المجتمعي. الحوار المجتمعي مش منوط بيه الأحزاب بس، منوط بيه الأحزاب والجمعيات والنقابات، كل المؤسسات المجتمع المدني، كل التجمعات، كل الحركات. احنا بنتكلم في حوار مجتمعي شامل يتم من خلال الإعلام، عرض كل وجهات النظر، عرض المواد الدستور. ويمكن انا من هنا بقول الدستور مش مطلوب ان هو يتفهم بأكتر من وجهة نظر. يعني إذا مادة في الدستور تم طرحها وكل واحد فهمها بطريقته، تعتبر المادة دي غير سليمة، لأن المفروض إن الدستور يكون واضح ولا يقبل التأويل. يعني هناك مواد في القانون بنقول أنها بتفسر، الدستور يفسر ولا يفسر. فإحنا إذا جينا النهارده طرحنا هذه المواد للحوار المجتمعي وبدأ المجتمع ينشق حوالين هذه المواد، كل طرف بيفهمها بطريقة شكل، إذا هذا دستور معيب. إذا كان هناك اعتراض على مواد محددة في الدستور بشكل عام، اعتقد ان الاستفتاء من حقه ان هو يخرج ويقول لا، احنا مش هنقبل هذا الدستور حتى لو كان علشان مادة واحدة. طيب هروح معاك لنقطة من النقاط الهامة الخاصة بالانتخابات، لان احنا طبعا عايزين نحسم امر الدستور. هنطلع على انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة. بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، المقترح انه يتم العمل بنظام الفردي وليس القوائم. على الوجهة الثانية، الأحزاب السياسية شايفة انه ده نظام غير مناسب وانه لازم نرجع للقوائم. حزب المصريين الأحرار بيشوفوا ازاي؟ طيب هو في يعني في النقطة دي هتكلم على جزئيتين. الجزء الأولانية، أنا لا أرى أنه كان يجب أن يتم تكرار هذه السقطة التي حدثت في دستور 2012، وأن يتم النص داخل الدستور على شكل الانتخابات عامل إزاي. في 2012 هم حاولوا أن هم يهربوا من جزئية الحكم بعدم دستورية النظام الانتخابي اللي بيتم النص عليه في قانون الانتخابات، بأن هم يحطوا ده جوه الدستور ماشي، علشان ما يطعنش بعدم دستوريته. انا بهرب هنا من ان اعمل صياغه او نظام انتخابي سليم، فبحاول ان انا ايا كان النظام ده يتكتب في الدستور وبعدين فمحدش يقدر يطعن عليه. فانا يعني مش برجح ولا بايد فكره ان النظام الانتخابي يتم النص عليه داخل هذا الدستور، لكن شايفه موقعه القانون. طيب لما نيجي نتكلم بقى على نظام الانتخابات، ليه برجح ان هو يكون موجود في القانون؟ انا النهارده بعيد بناء المجتمع سياسيا، بحاول ان انا اقول ان انا ببني احزاب سياسيه، هحاول ان انا اخدها مراحل. اي حياه سياسيه سليمه يجب ان تكون قائمه على نظام سياسي حزبي، لان الاحزاب دي في النهايه هي اللي هتشكل البرلمان، ويجب ان يكون هناك اغلبيه وهتحدد شكل الحكم، هل هو حكم رئاسي ولا برلماني ولا مختلط. لما اجي انا النهارده واتكلم واقول نظام فردي، هل الاحزاب بعد الثوره وصلت الى مرحله من النضج والتواصل مع الشارع انها قادره ان تفرز كوادر تستطيع ان تخوض الانتخابات بالشكل الفردي؟ طيب هل هذا النظام الفردي يصب في مصلحه المستقلين في هذا التوقيت، ويصب في مصلحه راس المال، ويصب في مصلحه القبليات والعصبيات؟ هل هذا النظام الفردي سوف يفرز قيادات شابه كما يذيع البعض ان بعد الثوره يجب تمكين الشباب وان يكون هناك مشاركه اكبر للمراه في بعض القطاعات التي لم تصلها الثوره بالشكل المطلوب مجتمعيا حتى هذه اللحظه؟ كل دي اسئله بتفرض نفسها. مش مطلوب مني ان انا النهارده ان انا اعمل نموذج، النموذج ده يكون ثابت. المفروض ان انا بتعامل مع المجتمع بشكل مرحلي.
يعني ايه بشكل مرحلي؟ يعني المفروض النهارده بقول انا ببدا ابني حياه حزبيه اقوي بيها الاحزاب. وجهه نظرنا بتقول لا، المرحله الحاليه بتتطلب ان يكون الانتخابات بشكل قوائم عشان اقدر ان انا يكون في مشاركه فعاله للاحزاب السياسيه، اقدر اوصل بيها لاحزاب يستطيع ان يكون لها الغلبه او الاغلبيه داخل البرلمان. هذه القوائم سوف تتيح مشاركه للمراه والاقباط والشباب داخل القوائم، لن تتاح هذه الفرصة إذا كان الانتخاب بالنظام الفردي. طيب ما هو برضو الرأي الآخر بيقولك إنه القوائم دي بتخلي إنه أنت بتضطر عشان الحزب تتعامل مع أشخاص أنت ما تعرفش عنهم حاجة، أو أنت ما شفتهمش في الشارع بيعملوا إيه، أو بتتحمل ناس ممكن يبقى في القائمة. نسأل نفسنا السؤال المنطقي، هو أنا النهاردة بعد ثورة 25 يناير في حاجة اسمها حد له شعبية في الشارع؟ هل احنا هنفضل نتكلم المفروض على ان هو النائب؟ يحققها، امال انا هنتخب هل على انا اي النهارده اساس؟ هفضل؟ لان انا المفروض ان انا بنتخب برنامج حزب قبل ما طب بنتخب ما ي... فرد. طب ما ينفعش يبقى برنامج فرد ان انا هعمل هل الفرد قادر؟ يعمل بيان، هو قصدي السؤال هنا، هو الفرد يعمل النهارده هيقدم ايه جوه البرلمان؟ هل احنا بنتكلم لسه على النائب الخدمي ولا بنتكلم على النائب اللي بيقوم بدور رقابي مش تشريعي؟ بالضرورة يكون خدمي يعني بتكلم على دور رقابي تشريعي. بالتأكيد. الدور الرقابي التشريعي هل هو بيبقى شيء نابع من شخصية النائب البرلماني ولا بيكون نابع من شخصية الحزب ورؤيته وبرنامجه اللي هو عرضه على المجتمع؟ هو ده الفكر اللي احنا محتاجين نوصله للناس. الناس النهارده كلها بتتكلم على لا، ما انت ما تجيش تنزل لي حد ما اعرفوش. خلي بالك، هو مش هيبقى ما اعرفوش، هو كل الناس اللي موجوده حاليا في الاحزاب، كل الشباب اللي قاد الثوره سواء في 25 يناير او في 30 يونيو بقى معروف في الشارع في المجتمع مش اللي هو موجود لدرجة فيه. يعني يا دكتور. طيب بس طب انا هقول لك على حاجة تانية يا دكتور. دلوقتي الناس كلها شايفة انه فكرة الاحزاب، ان انا الاحزاب قبل ثورة 25 يناير هم شايفين ان ما لهاش دور، بعد ثورة 25 يناير اذا كانت بدأت تشتغل، اذا كان بعض الاحزاب الجديدة كان ليها شوية ارضية في الشارع، لكن بعد 30 يونيو الناس بتقول احنا مش عايزين الاحزاب اصلا. يعني انا احنا عايزين كل الاحزاب. يعني في بعض الناس سمعتهم بيقولوا لا، احنا كل الاحزاب يتم حلها بعد اعلان بعد الدستور الجديد او بعد تعديل الدستور، ونبدا نبني من اول وجديد، لانه دورهم ما كانش على الارض زي طيب ما كان مرغوب منه. علشان الرسالة توصل للناس بشكل جيد، هو يعني ايه حزب؟ المفروض ان انت عندك يعني هيكل معين او بعض الاسس اللي انت منضم على اساسها للحزب عشان تنفذها، تخدم بيها المجتمع بصورة معينة، او توصل تطلع من المجتمع من اللي هو فيه. هو مبدئيا الحزب بيعبر عن مجموعة من الاشخاص توافقت مصالحهم ورؤاهم، فبيشكلوا حزب علشان من خلاله يسعوا الى الوصول الى السلطة لتحقيق رؤيتهم اللي في النهاية بتخدم المجتمع. تمام. علشان اي حزب ينجح في مثلث لازم يتحقق، ان الحزب يكون عنده رؤية وبرنامج، وان يكون عنده كوادر قادرة على تنفيذ هذه الرؤية والبرنامج، ويكون عنده التمويل الكافي اللي يقدر بيه ينفذ ده على الارض. كل الاحزاب عندها رؤية وبرنامج، ويكاد يكون متشابه في نقاط عديدة، تمام، بعض اختلافات في الرؤى والتوجهات. اللي قليلة بعد قوي. ده اختلافات قليلة. تمام، قوي. يعني ما انا بقول اختلافات يعني قليلة. لما نيجي للنقطة التانية، الكوادر، هو الكوادر دول هنستوردهم من بره ولا المفروض ان هم موجودين في المجتمع؟ المفروض ان هم موجودين في المجتمع، بس طيب مش لو انا دايما النهارده الوجه السياسي بيكون ظاهر للآخرين. دلوقتي بدأ لما يبدأ ينضم للحزب بتبدأ تشوف رأيه يبقى وتقيمه. انا بطالب الناس انها تبدأ تعمل عملية مشاركة سياسية من خلال الاحزاب، لان طول ما الناس عندها عزوف عن انها تشارك في احزاب لسه بتتشكل، هيفضل الحزب لا في كوادر ولا في ناس قادرة على انها تنفذ رؤيته. طيب لما اجي النهارده واقول الاحزاب دي عشان تمول، هتمول منين؟ رؤوس اموال هتجيبها من بره ولا من الاعضاء اللي موجودين وبيشتركوا داخل هذه الاحزاب؟ طول ما الاحزاب ما فيهاش اعضاء، طول ما الاحزاب ما فيهاش كوادر، هيفضل وجهة النظر اللي موجوده ان الاحزاب ما بتعملش حاجه. تعتقد سبب عزوف الناس عن الاشتراك في الاحزاب ايه؟ ان احنا محتاجين نغير الثقافه المجتمعيه. ان الممارسه السياسيه السليمه يجب ان تكون من خلال الاحزاب، لان الاحزاب هي اللي لها القدره على انها تشكل حكومه. لو انا النهارده طلع عندي اغلبيه مستقلين، هتشكلي حكومه مستقلين؟ يعني انت شايف انه ما ينفعش الحياه السياسيه تمارس الا من داخل الحزب؟ الحياه السياسيه السليمه لازم يكون حياه حزبيه، مش بنغفل دور ما المستقلين. ما ينفعش يبقى كلها حياه حزبيه، يعني جميل. لازم في انسان مش عايز ينتمي يبقى لاي نقدر حاجه، هنا هو منتمي للكيان الاكبر في البلد. نرجع بقى نقول اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان انا وانا بعمل قانون الانتخابات لازم اشوف ايه المرحله اللي انا فيها. المرحله اللي انا فيها اللي ان الأرض. انا اللي على الارض. نعم. انا محتاج اقوي الاحزاب، ومحتاج يبقى عندي مشاركه للمستقلين اللي هم عندهم رؤى وافكار ومحتاجين ان هم يمارسوا العمل السياسي. هل الوقت ضدنا؟ هل لا، انا مش شايف ان الوقت ضدنا، انا مش شايف ان احنا محتاجين نهدى ونتعامل مع الواقع، نتعامل مع مستقبل مصر الان والمستقبل
اللي جاي. المرحله الانيه اللي احنا بنتكلم فيها بتقول ايه المانع ان انا ادي القوائم للاحزاب واعمل نسبه للمستقلين وابقى حققت الغرض المطلوب في الوقت الحالي، ان بقى عندي مستقلين بتشارك بالفكر المستقل بتاعهم، وفي نفس الوقت اديت الاحزاب القدره انها طيب تدخل وتكمل مسيره البناء اللي هي بدأته بعد 25 يناير. النظام الامثل للانتخابات اللي جايه يكون ايه؟ ان هو يكون قوائم وفردي، قوائم وفردي، ويخسر القوائم على الاحزاب التلت والتلتين. التلت والتلتين اللي في الاحزاب، لو الحزب ما رشحوش على القائمه من حقه يترشح فردي بس مش بصفه حزبيه، يعني ما ينزلش بصفته، لا يعني ينفصل عن ينفصل الحزب، عن الحزب اذا كان. بس هو هي دي الفكره، وده جزء كبير من التربيه السياسيه. ما دي المفروض ان انا ما انا هقول لك تاني، هي دي جزء من التربيه السياسيه اللي احنا محتاجين نربي عليها الناس. انا النهارده انضميت لحزب، اساس الحياه الحزبيه الالتزام الحزبي. انا مش مفروض ان انا النهارده انتمائي للحزب مرتبط بانه يرشحني او ما يرشحنيش. النهارده احنا اربع خمس قيادات جوه الحزب، اي حد فينا هيترشح هو في النهايه بيمثل الحزب، بيمثل رؤيه الحزب، بيحقق خطه الحزب. يا دكتور ابراهيم احنا عندنا، انا برضو يا دكتور ما يعني عشان مش فاجئ، مش هتفاجئ عليه بقى كله ملايكه، ده اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى انا محتاج اعيد التربيه السياسيه، بننصهر في بوتقه اكبر مننا، محتاج اعيد التربيه السياسيه داخل الاحزاب. تمام. الزم الاحزاب اذا كان الفرد اللي عندك مش هيترشح على قوائمك وهينزل فردي، هتظل صفته انه مستقل، ومش هتقدري انك انت تستخدميه ككتله داخل البرلمان الا اذا كان توافق معاكي برؤيته فقط لا غير. ماشي، اروح لمجلس الشورى، الترجيحات ان هو يتم الغاء. اعتقد ان دي كانت رؤيه من قبل 25 يناير، وان هو دي رؤيه سليمه انه يتم الغاء مجلس الشورى في التوقيت الحالي. اذا كانت المساله هتبقى صفقه لنوع من انواع التوازنات السياسيه علشان مراداه في بعض الدوائر، علشان يقدروا ان هم يسمحوا لبعض الاشخاص اذا ما جاش في الشعب يجي في الشورى، اعتقد ان مصلحه الوطن ما بتمشيش في هذا الاتجاه. مجلس الشورى هو عبء على ميزانيه الدوله، والدور اللي بيقوم بيه يقدر ان هو يقوم بيه مجلس الشعب. وننتهي من القصه دي لان بنتكلم فيها بقى لنا كتير قوي من قبل 25 يناير. مجلس العزل السياسي لا ارى انه كان يجب ان يتم النص عليها في الدستور المصري. الدستور لازم يبقى شكله كده شيك ومحترم، واعتقد ان القانون كافي ان هو بشكل قانوني. ماده العزل بتقول ما لم يصدر ضده حكم قضائي لن يتم عزله، وبالتالي اذا صدر ضده حكم قضائي اعتقد ان هو هيتم عزله بشكل تلقائي. يعني احنا مش هندور نعمل عزل لحزب الحريه والعداله. هناك فارق ما بين ان انا بعزل الاشخاص الذين تورطوا في جرائم وتم اصدار احكام ضدهم، دول هيتم عزلهم بشكل تلقائي. من لم يشارك اعتقد ان المجتمع عزل اشخاص عديدين بعد 25 يناير بشكل مباشر وبدون احكام عزل، لان ما صدرش ضدهم احكام عزل. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، هناك فارق ما بين ان احنا بنتكلم على العزل وحل الاحزاب اللي ليها، اللي بتستخدم شعارات دينيه او بتحاول انها تتيح لنفسها مرجعيه دينيه على خلاف ما ينادي به المجتمع في الوقت الحالي. النص على انه يعني عدم اقامه احزاب على مرجعيه دينيه او على اساس ديني، هل انت شايف انه دي ماده لازم تكون في الدستور هي موجوده واضحه؟ هي موجوده، هي موجوده بالفعل، ولكن هي موجوده بس قامت احزاب على، لان الاحزاب في برامجها لا تنص على انها لها مرجعيه دينيه. بتعمل برنامج شيك جدا لا ما يفرقش عن اي حزب مدني. وفي النهايه لما بتيجي تشتغل خطابها السياسي وخطابها الاعلامي وخطابها الانتخابي مبني على مرجعيات دينيه. طيب هل شايف انه المفروض يكون في ماده لحل الاحزاب في حاله عدم لا هو محتاجين، بس محتاجين نطبق القانون. يعني لما نيجي النهارده نقول ان في ظل وجود قوانين وقرارات كانت بتمنع استخدام المنابر، بس ما بيتمش يعني تفعيله، بس هو يبقى موجود. يبقى انا مش محتاج ان ده مش الدستور اللي هيفعل، مش محتاج ان احنا القائمين على تطبيق القائمين على تطبيق القانون مطالبين بان هم يطبقوا هذا القانون. منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والجهات المهتمه يجب ان تتقدم ببلاغاتها وبعمليات الرصد اللي بتقوم بيها وبتوثيق هذه الانتهاكات، ويتم اتخاذ قرارات سريعه. تمام. يتم من خلالها وقف هذه الانشطه ووقف كافه الكيانات اللي هي بتعمل عمليه اختراق لهذه القوانين. طيب انا برضو عايزه ارجع لنقطه الانتخابات، والبعض بيقول انه فكره انه يعني عدم وجود ماده للعزل السياسي ده هتسمح للتيارات الاسلاميه انها تترشح بصوره فرديه، او انه يرجع تاني اعضاء الحزب الوطني المنحل. انت شايف انه ده يخضع لقرار الناس؟ المفروض ما يكونش فيه فكره اي عزل من اي نوع. بصي، ندخل كده شويه في علم النفس ونقول الناس لما بتخاف الادرينالين عندها بيعلى، فلما بيعلى بيعملوا حاجه من الاثنين، اما انه بيبقوا عندهم عنف شديد جدا او عندهم صدمه بتخليهم ما بيعرفوش ياخدوا رد فعل. والناس لما بتخاف الخوف ممكن يخلينا نكذب،
فمفيش داعي ان احنا نولد عند الناس خوف ونبدأ نحول الخوف ده لكذبة كبيرة قوي اسمها الإخوان واسمها فلول الحزب الوطني، ونبدأ الخوف اللي جوانا دوت يخلينا نبقى عنيفين جدا في القرارات اللي بناخدها أو نقف محلك سر ما نعملش حاجة. المجتمع واعي جدا، أعتقد المجتمع اللي خرج في حشود تاريخية يوم 30 يونيو لديه القدرة أن يقوم بعزل من يراه جدير بهذا العزل. مفيش داعي إن احنا نخلي من بعضنا أوصياء على بعض. إدي الشارع الفرصة. الشارع بشكل ما دي تلقائي، تخوفات الأحزاب. أنا ما يعني اعتقدش ان الاحزاب متخوفه بالشكل اللي احنا بنتكلم بيه ده، لان عمليه العزل زي ما قلنا عمليه غير دستوريه. العزل لن يتم، كانت ماده العزل موجوده قدرت تمنعي حد في بعض الدوائر من اللي كان بيطلق عليهم فلول الوطني ان هو ينزل على قوائم الحريه والعداله، لم يتم هذا المنع. فالواقع بيقول لن يتم المنع الا باجراءات قانونيه وقضائيه بغض النظر بقى كان موجود في الدستور او لا. هروح معاك لنقطة كمان مهمة، وهي كانت مطلب في دستور 2012، 50% عمال وفلاحين، كتير جدا من السياسيين والأحزاب بيطالبوا بحلها، لكن رغم ذلك لم يتم حلها، لم يتم إلغائها في دستور 2012، ولم تكن من المواد المرشحة للإلغاء أيضا في التعديلات. انت معاها ولا شايف انها المفروض؟ بصي علشان ما تتفهمش غلط، لازم نفهم كويس قوي ان 50% عمال وفلاحين ليست حق مكتسب ولكنها كانت تمييز نسبي في مرحلة ما، مرحلة لانه معينة. كان هناك اهدار لحقوق العمال والفلاحين. في هذا التوقيت العمال والفلاحين لا يمثلوا بشكل حقيقي ولا شكل ايجابي في اي مستوى سياسي او برلماني. تمام. العمال والفلاحين اصبح لديهم مؤهلات عليا، اصبحوا ملاك، اصبح هناك تلاعب في اثبات صفة العمال والفلاحين ولم تحقق الغرض المطلوب منها. اعتقد ان هناك توجه داخل الاحزاب السياسية يجب ان يكون هناك استماع جيد ليه. عملية هذا التمييز النسبي الايجابي يجب ان تخرج بره نطاق الدستور وتعود مرة اخرى الى قانون الانتخابات، ويتم التعامل مع هذا التمييز الايجابي في اطر مختلفه. بمعنى انا النهارده بعد 30 يونيو او بعد 25 يناير كنت بطالب بمشاركه اكبر للمراه والشباب. اذا من احق بهذا التمييز الايجابي، المراه والشباب ام الفلاحين والعمال اللي النهارده ما بيستفيدوش من هذا التمييز النسبي التمييز الايجابي؟ ارجع بيها، اخرج بيها بره الدستور واعود بيها مره اخرى الى القانون ونبدا نفكر، هل النهارده لو انا تقدمت بشاب من الطبقة العمالية أو من طبقة الفلاحين ممن شاركوا في ثورة 25 يناير هيكون ده أوقع ولا لأ؟ هل النهاردة لو جبت مرأة من أنا الطبقة العمالية أستفيد من النسبة في إني أحط يعني عنصرين من العناصر إلى حد ما مش بالظبط بتحقق لازم، يعني في أنا مش عاوز، الانتخابات. وهي دي النقطة اللي مش عايزين طب أنت نصدرها للمجتمع مع إنه يتم إضافة مادة خاصة بالشباب والمرأة في الدستور؟ في الدستور؟ أنا ضد إن إحنا تمييز. نقعد نكلكع في الدستور بكلاكيع. الدستور ده يا جماعة عايزينه حاجة معمول، أبسط. عايزينه حاجة بسيطة جدا، وخلينا نتعامل مع القوانين. القوانين سهلة التعديل، مش كل يوم هينفع إن أنا أعدل في الدستور. عايزين نقدم للدستور للمجتمع وجبة ما تبقاش دسمة، وجبة تحقق، يعني في حاجات أهم بكتير. الدستور لم يحتوي على إن الدولة تضمن وتحفظ حق الإنسان في الحياة. في بعض الأمور يجب أن يحتوي عليها الدستور أهم بكتير من المواضيع اللي احنا المواد بنتكلم فيها. الحقوق الحقوقية محتاجة مراعاة أكبر. عندنا النظام في مصر، نظام الحكم يجب أن يتم مراعاته بشكل أكبر. ما زلنا المادة التي تتحدث عن نظام الحكم في مصر تتحدث عن أن نظام الحكم ديمقراطي. مفيش حاجة في العلوم السياسية بتقول أن نظام حكم ديمقراطي. احنا محتاجين نعرف شكل الدولة هيكون إيه، هل هو رئاسي أو برلماني أو مختلط. هناك أمور أهم بكثير يجب أن يتم النص عليها. لم ينص الدستور على أي أمر يتعلق بقناة السويس، تم إيجازه كممر مائي بسيط. في أمور كتيرة يجب أن يتم مراعاتها في الدستور. عايزين الدستور يخرج في أطر عامة تحفظ للمجتمع مستقبله اللي بيحلم بيه، تحفظ للمجتمع الأمور اللي خرج ينادي بيها في 25 يناير، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ونترك هذه الأمور التفصيلية للقوانين. لأن القانون النهاردة بيطلع وبعد مدة بكتشف بعد تطبيقه أنه مش بيحقق الغرض منه. الكلام ده مينفعش أنه ينطبق على الدستور.
فخلينا نفرغ الدستور من كل الكلاكيع اللي عماله تتزق جواه، طيب نخلي دكتور، عدد مواده بسيط عشان المجتمع يقدر يهضمه دكتور ونقدر إبراهيم، نتوافق البعض عليه. رافض أصلا فكرة التعديل رغم إن احنا يعني أعتقد إنه الوقت لن يسعفنا، وبيطالب بإنه يكون هناك مواد انتقالية جديدة تلزم مجلس الشعب القادم بتشكيل لجنة لصياغة دستور يعني بصورة أفضل في وضع مستقر أكتر، يكون هو حتى بقى لو خدوا فيه عدد من السنوات ولكن يتم صياغته في ظروف أفضل. هل طيب هو حضرتك مع ده؟ بشكل بسيط، انا النهارده بقول ان انا هعمل تعديل للدستور طبقا للاعلان الدستوري، وكانت واجهه مشرفه للرئيس المؤقت ان هو التزم بالاعلان الدستوري وقال ان انا العدلي مش هغير فيه حاجه. المستشار عدلي منصور. المستشار نعم علي منصور، تمام. هو انا النهارده مش بامكاني ان انا اعدل 99.9% من دستور 2012 ويبقى برضو اسمه الدستور المعدل، زي ما احنا لغينا ابواب كامله ومواد كامله من هذا الدستور. تمام. لو انا النهارده قعدت صياغه ال 200 ومش عارف كام ماده اللي كانوا موجودين في الدستور بشكل كامل، هيبقى اسمه الدستور المعدل، لكن مش هو يعتبر طرح جديد في كافه الرؤى الجديده؟ ما تخليناش ندخل في خناقات ملهاش اي معنى. دستور معدل، دستور جديد، هو في النهايه الشعب يطالب بامور محدده. خلينا يا جماعه، نحن لسنا اوصياء على هذا الشعب، احنا مجرد ان احنا من يحتك منا بهذا الشعب وعلى عملية اتصال مباشر بالشارع، بيحاول ان هو يكون عملية نقل بالظبط، لمن بيده القرار حلقة لرؤية الشارع. وصل أو حلقة اتصال ما بين مش مطلوب ان احنا نعبر الحكومة. عن رؤانا الخاصة، احنا تمام، محتاجين نعبر عن ولا رؤية الشعب. بالظبط يعني نتمنى ذلك دكتور إبراهيم اتمنى برضو ان احنا مستيات. الفترة اللي جاية لا يتم استدراجنا الى خناقات تتعلق بالشريعة الاسلامية وتعديل مواد متعلقة بالشريعة مادة الاسلامية. 219 مصر دولة اسلامية، مصر هي دولة الأزهر، لسنا في حاجة، الإسلام والدين أعلى من الدستور، والدستور لن احنا يحمي الشريعة يعني ولن يحمي الإسلام. لو حتى ما نصناش المصريين قادرين على انهم بالظبط. يحموا الاسلام باذن الله. دكتور ابراهيم مصياد عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار، حضرتك شرفتنا، ودي اول جلسه مع احد الاحزاب نعرف منها هي شايفه اللي جاي ازاي. نتمنى انه فعلا يكون هناك يعني حوار مجتمعي على اوسع نطاق خاص بالتعديلات الدستوريه ويتم صياغته في افضل صوره ممكنه، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يحفظ مصر ويعدي 30/8 زي ما عدت الأيام اللي فاتت بكل خير. ربنا يحفظ مصر من كل شر. نلقاكم على خير الأسبوع القادم وأول النهار.